خلينا دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه مع مراسلتنا. هتكون معانا ساره حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا ساره بونجور عليكي طبعا، وسامعينك تفضلي قولي لنا اخبار، طبعا الاخبار الاخيره كمان للنادي الاهلي والفرق، وعايزين الاجواء كمان داخل الفرع عندك، تفضلي. صباح الخير يا نهاوان طبعا، وبصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوان طبعا يعني حاليا نتواجد داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم يعني كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني قبل ما اتكلم يعني طبعا عن كل الاحوال والامور المتعلقه بجميع الفرق، يعني زي ما انت قلت يا نهاوان يعني اقول لك طبعا يعني الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن خليني اقول لك الاجواء يعني لحد ما الاجواء هاديه لسه، يعني الاعضاء يعني بدات تتوافد على مقر النادي الاهلي في الساعات الاولى من صباح اليوم. يمكن كالعاده يعني دايما المتواجد عدد بسيط من يعني الكبار السن داخل مقر النادي، واكيد بيجوا دايما يعني بيستمتعوا بالاجواء يعني داخل مقر النادي، او يعني بيجوا يتمرنوا بعض التمرينات الجري حول يعني التراك في ملعب مختار التيتش، او بعض الناس يعني بتحب تيجي تعمل علاج طبيعي في يعني الساعات الاولى من صباح اليوم. فالعدد المتواجد هنا بسيط جدا، ويعتبر يعني بس هم كبار السن من اعضاء النادي الاهلي. ده بالنسبه للاجواء من داخل مقر النادي الاهلي. خليني بقى اروح لجميع يعني الفرق الرياضيه، وكالعاده ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم. ولسه يعني طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، الاستعدادات متواصله داخل يعني طبعا يا كريم ونهاوند داخل مقر النادي على ملعب مختار التيتش. الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله امام الترجي التونسي، والمقرر المباراة يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء. وده طبعا يعني مباراة الإياب في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النصف النهائي. ان شاء الله طبعا في حاله التعادل او فوز النادي الاهلي في المباراه هيتاهل للدور النهائي او المباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. وكمان خلينا نفكر الساده المشاهدين ان النادي الاهلي منتظر يعني الفائز من مباراه سان داونز والوداد المغربي يوم السبت المقبل، واللي هتقام في جنوب افريقيا الساعه 4 العصر، ودي برضه هتكون مباراه الاياب بالنسبه لفريق سان داونز والوداد في النصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني اروح بقى جميع الالعاب الاخرى والرجال كرة السلة، كتيبة طبعا مستر أجاستي إبوش وأبطال بطولة الدوري اللي تاني مرة على التوالي بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، يعني يمكن أخدوا راحة بس يعني هواند كريم لمدة يوم واحد بعد الفوز والتتويج ببطولة الدوري. بعد كده قرر مستر أجاستي بوش يعني غلق صفحة التتويج ببطولة الدوري والتركيز طبعا في المهمة وفي يعني البطولة الأهم والأصعب يعني الفترة القادمة والأيام القادمة إن شاء الله، وهي بطولة البال أو دوري الإفريقي لكرة السلة واللي هتقام إن شاء الله في رواندا. يمكن الفريق النهاردة إن شاء الله هيواصل تدريباته بشكل طبيعي، وبكرة الفريق هيسافر لرواندا استعدادا لخوض النهائيات في بطولة البال أو البي أي إل طبعا في رواندا. وإن شاء الله أول مباراة بالنسبة لي فريق النادي الاهلي هتكون يوم السبت امام فريق او بطل رواندا فريق ريج الرواندي ان شاء الله. ده هيكون يوم السبت واول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي في الدور الثمانيه من البطوله. كمان يعني النهارده ان شاء الله هيكون في العديد من المباريات يا كريم ونهاوند بالنسبه لجميع الالعاب الاخرى. طبعا عارفين يعني السيزون خلص بالنسبه لكره الطايره وسيدات كره السله، ولكن بالنسبه لي يعني طبعا تنس الطاوله وكرة اليد لسه المواجهات يعني مستمرة. النهاردة إن شاء الله يعني هتبتدي الختام الدورة المجمعة الأولى بالنسبة لتنس الطاولة. النهاردة رجال تنس الطاولة هيواجهوا نادي الزمالك وإمبي في ختام الدورة المجمعة الأولى بالنسبة لبطولة الدوري العام لكرة لتنس الطاولة، واللي هتقام إن شاء الله على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. أول مباراة هتكون الساعة 10 وتاني مباراة هتكون الساعة 4، وده بالنسبة لرجال تنس الطاولة. بالنسبة لسيدات تنس الطاولة هتكون المواجهة مع نادي الزمالك ونادي الجزيرة الورد. نادي الزمالك ان شاء الله اول مباراه هتكون يعني الساعه 10، وبعد كده الساعه 3 المباراه الثانيه. ده بالنسبه لسيدات تنس الطاوله. كمان النهارده ان شاء الله يعني مباريات السيمي فاينل في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي مقامه طبعا واللي بيتم تنظيمها على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي واللي بينظمها طبعا النادي الاهلي. بطوله افريقيا لكره اليد النهارده في مباراه السيمي فاينل النادي الاهلي هيواجه بطل السوبر الافريقي ده بالنسبه للسيدات، وهو باترو اتلتيكو من أنغولا.
مباراة النهاردة إن شاء الله هتكون الساعة 1:30 على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وكمان رجال كرة اليد هيكون عندهم مباراة مع رجاء أغادير المغربي، وهتكون المباراة الساعة 9، ودي كلها مباريات يعني سيمي فاينل. وبكرة إن شاء الله هتكون مباريات الثالث والرابع والسيمي والفاينل طبعا بالنسبة للسيدات والرجال على نفس الصالة، صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وكمان خليني أقول لك يا كريم ونهاوند، يمكن على هامش البطولة امبارح يعني كان في حفل تكريم من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بالنسبة للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، امبارح كرموه يعني طبعا في حفل يعني امبارح بالليل كان الحفل، وكان فيه الحضور العديد يعني من الشخصيات يعني القريبة للدكتور حسن مصطفى، وطبعا في الرياضة وفي عالم كرة اليد كان متواجد طبعا الكابتن حسن حمدي والشمهندس عدلي القيعي، ويعني كمان دكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور مدحت البلتاجي نائب اول لرئيس الاتحاد. يعني كان في العديد من الحضور والكل كان متواجد طبعا عشان يكرم يعني واحد يعني رمز من رموز الرياضه وفي عالم كره اليد الدكتور حسن مصطفى، فكانوا حريصين جدا ان هم طبعا يكرموه يعني كمان على هامش البطوله، البطوله الاهم وهي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد. يمكن دي انا هوندو يا كريم كانت يعني كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك انا هوان، تفضل. سالة، احنا كالعادة اكيد بنشكرك جدا على التغطية الاكثر من رائعة، واحنا شايفين عندك دلوقتي الاجواء غالبا ان الجو حلو جدا في الساعات اللي احنا فيها حاليا، فاعتقد برضو في توافد كبير في الباك جراوند شايفين من الاعضاء. على كل حال نشكرك جدا على هذه التغطية الرائعة كالعادة.